النهاردة على موضوع بعنوان الرسائل. الرسائل بمعنى ايه؟ مش الرسائل بتاعت معلمنا بولس الرسول ولا الرسائل بتاعت الكاثوليكون، ولكن احنا طول النهار بنتواصل مع الناس اللي حوالينا باشكال مختلفة. احيانا نبعت لحد تكست او يبعت له ايميل، او الولاد طبعا يعني شاطرين في حكاية التواصل دي طول الوقت. بس الرسائل مش كلها مكتوبة، في رسائل بتوصل بس عن طريق حاجة غير مباشرة، والحكاية دي لازم مهمة جدا، لان احيانا كتير قوي بيبقى انا متخيل حاجة وابعت رسالة لحد بمعنى تاني خالص. اديكم مثال، ربنا جه في العهد القديم في سفر ملاخي وقال لهم ايه؟ قال للشعب ايه؟ قال لهم انتم بتحتقروني. تخيلوا حد يتحتقر ربنا؟ فقالوا له احنا يا رب ازاي يا رب تقول حاجة زي كده؟ ايحتقر الانسان خالقه ازاي نعمل كده؟ فربنا قال لهم كده، وان قدمتم الاعمى ذبيحة افليس ذلك شرا؟ انتوا قلتوا الميدة بتاعتي محتقرة، عشان كده بتقدموا لي ذبايح معيوبة. لو انتوا بتحترموني كنتوا تقدموا لي ذبايح عدلة مظبوطة. ومرة تاني قالوا انتوا بتسرقوني، فقالوا له يا رب ازاي تقول كلام زي كده؟ ايسلب الانسان خالقه؟ ازاي الانسان يسرق ربنا؟ فقال لهم لان انتم حجبتم العشور والتقدمة يبقى انتوا سرقتوني. الحكاية دي يا احباء لازم ناخد بالنا منها، لان في رسائل كتيره جدا بنبعتها لربنا. احيانا الرسائل دي بتبعت معاني صعبه جدا. فالنهارده هتكلم على نوعين من الرسائل، رسائل بنبعتها لله ورسائل بنبعتها لاولادنا، اللي هو احنا المفروض طول الوقت بنقول ولادنا دول هم اغلى ناس عندنا، واحنا ما عندناش غير عيالنا، واحنا جايين امريكا عشان عيالنا. خلينا ناخد بالنا احنا بنبعت لهم ايه كل يوم من الرسائل. اتكلم على 5 رسائل لله وخمس رسائل لأولادنا بسرعة على قد ما الوقت يكفي. أول حاجة رسالة لله بتقول له يا رب أنا بثق في عنايتك. ربنا بيبعت لنا رسائل كتير قوي ويقول أنا بعتني بيكم واخد بالي منكم، فاحنا بنرد عليه بنقول له يا رب وأنا كمان بثق في عنايتك يا رب. إزاي الرسالة دي بتوصل أو نبعتها إزاي لربنا؟ الحقيقة في مثال في الإنجيل على أرملة صرف الصيدة. الأرملة دي ربنا بعت لها إيليا، وإيليا كان في الوقت ده هربان من أخاب وكان في مجاعة في الأرض. فلما راح كان آخر شوية زيت وآخر شوية دقيق عندها في البيت، فقال لها اعملي ليأكل. فقالت له آخر شوية زيت وآخر شوية دقيق في البيت هعملهم ليا ولابني ونموت. قال لها اعملي لي أنا الأول. طبعا هنا هو حطها في امتحان صعب قوي. الست دي راحت عملت ايه؟ راحت عامله له فعلا فطيرة ووكلته. ولما عملت له فطيرة راحت عشان تعمل ابنها لقت الزيت ما بيخلصش. الحقيقة قبل ما تعرف ان الزيت هيخلص ولا الزيت ما يخلصش، هي بعتت رسالة لله بطريقة غير مباشرة بتقول له ايه لما عملت العجينة وعملت فطيرة الإلية؟ بتقول له يا رب انا بثق فيك اكتر من ثقتي في الحسابات اللي بتحسب بيها الدنيا دي. لما عملت لإيليا الأول أكلناها بتقول لربنا أنا ثقتي فيك يا رب مش في شوية الزيت ولا شوية الدقيق. الأرملة اللي راحت أعطت الفلسين بعتت رسالة لله عنوانها أنا بثق فيك يا رب، أنا رب النهاردة هروح أدي الفلسين دول وعارفة أن أنا مش هجوع، وأنا مش هرجع البيت ألاقي نفسي أن أنا بموت أنا وولادي، أكيد أنت هتدبر. علشان كده يا أحباء كل واحد فينا عنده رسالة بيبعتها لربنا كل مرة بيقبض البيت شيك بتاعه، حاجة بسيطة جدا يعني. رسالة بتقول لربنا فوس يا رب الداخل أقل من اللي بتصرف، بس أنا بثق فيك عشان كده أنا هديك فلوسك حاجتك اللي احنا اتفقنا عليه العشور بتاعتك. والعكس طبعا، الرسالة اللي بالعكس بتقول ايه؟ بص يا رب أنا ما بثقش إن أنت هتدبرني، ولو أنا ما خدتش بالي من نفسي أنت مش تاخد بالك مني، علشان كده أنا هحجب عنك العشور والتقدمة لأن أنا مش متأكد إذا كنت أنت هتديني ولا لأ. يبقى رسالة أولى لله اسمها أنا بثق فيك يا رب. الرسالة الثانية بتقول لربنا أنت يا رب الأول، بتأتي في الأول وقبل أي حد تاني. الله أولا، وربنا لو ما جاش في الأول حطه زي ما تحطه مش هيجي. الرسالة دي بعتها نوح لربنا لما خرج من الفلك، وأول حاجة دور عليها لما خرج هو وولاده، أول حاجة دور عليها أنه يبني لربنا مسبح. أنا متخيل، تخيل واحد نزل على الأرض وبالأرض دي مفيش فيها حاجة خالص، لا بيوت ولا محلات ولا حاجة هياكل منها منين ولا شجر ولا أي حاجة خالص.
لسه كل حاجة من البداية خالص. ونوح قبل ما يفكر يبني بيت وقبل ما يفكر ان هو يدور هناكل النهاردة، نوح عمل ايه؟ راح بنى ايه؟ بنى مسبح. جميل قوي يا احباء لما الانسان يقول لربنا انت الاول يا رب. علشان كده بعض الناس يعني محبين لله، اما يخش بيت جديد او ربنا يرزقه بمكان، فاول حاجة يقعد يدور ايه؟ فين الركن اللي في البيت بتاع ربنا؟ فين الاوضه اللي هعملها عشان خاطر تبقى اوضه الصلاه اللي تقدم عليها مسبح، تبقى مسبح لله. احنا زمان كنا في مصر نسمع عن المسبح العائلي فنقول معلش شواءنا صغيره، يعني ما عندناش غير يدوبك مكان على قدنا احنا والعيال بالعافيه. جينا امريكا وربنا وسع علينا وبقى عندنا بيوت والبيت ده فيه اكتر من اوضه، برضو لسه ما فيش مكان لربنا. وحتى لو البيت وسع، هي الموضوع هو فكر وتفكير وترتيب في دماغ الانسان. ربنا له مكان ولا لا؟ الله اولا. علشان كده يوم الحد هو بداية الاسبوع. لما يبقى الله اولا يبقى ربنا اروح له بيته الاول وبعد كده اشوف الدنيا تمشي ازاي، اشوف الاسبوع هيترتب ازاي. ده موضوع ما فيش فيه كلام، يوم الحد ده بتاع ربنا. لما بيبقى العكس بقى، لما ربنا بيجي لما يفضل له وقت، يبقى نشوف لو الحد فضينا وما عندناش مشاوير ومش خارجين نفسح الحيال ومحدش جاي يزورنا ومش هنصلح حاجة في البيت، نبقى نروح الكنيسة. طبعا الرسالة هنا رسالة صعبة، ان اقول لربنا انت بتاخد الوقت اللي يفضل، تاخد الفضالة بتاعة اليوم او بتاعة المجهود. لما بيبتدي اليوم والانسان يقف اول حاجة قبل ما يكلم حد، يخش اوضة الصلاة ويرفع ايده، هو بيقول لربنا رسالة معناها انت اولا. قبل ما اكلم حد وقبل ما اخرج من البيت بقف قدامك انت. يبقى الرسالة الاولى انا بثق فيك يا رب. رسالة تانية بتقول انت يا رب الاول، الاول في اليوم، الاول في الاسبوع، الاول في بيتنا، في اي مكان اروح فيه انت اولا. الرسالة الثالثة بتقول يا رب انا هعيش اخدمك طول حياتي. احنا مخلوقين عشان نخدم ربنا. على فكرة احيانا كتير قوي من كتر ما الواحد اتعود انه يطلب يطلب، فبقت في ذهننا ان الله هو اللي بيشتغل عندنا، احنا اللي بنطلب وهو اللي بيستجيب. الحقيقة العكس، المفروض هو خلقنا عشان احنا نخدمه. لما بيبقى الانسان عايش خادم لله بيبقى كل حاجة في حياته هي لحساب ربنا، بيبقى الشغل بتاعه هو برضو لحساب ربنا. انا رايح الشغل اللي انت رزقتني بيه عشان اشهد ليك في الشغل، عشان الناس اللي في الشغل يعرفوك من خلالي. انا في بيتي خادم، اذا كان اب ولا ام ولا اخ ولا اخت، انا خادم للناس دول. انا في كنيستي جاي مش جاي اتفرج ولا جاي اشوف مين الناس يعملوا لي ايه النهارده، انا جاي عشان اخدم ربنا. هقف اسبح ربنا في الكنيسه، وكل حاجه اقدر اعملها للناس هعملها عشان اخدمهم بيها. بولس الرسول لما ابتدى الخدمه ابتدى يخسر كل حاجه، راجل فريسي والناس بتشاور عليه بطريقه يعني معينه، اصبح بعد كده مطرود ومهان وبيترجم وهربان، ويقول انا خسرت كل الاشياء. طب انت زعلان؟ لا. ليه؟ لان كل الحاجات دي نفايه، لان انا خادم المسيح. الانسان اللي يخدم ربنا ما بيوقفش بقى على ايه؟ الخسائر، واصله وخسرنا ومعلش والوقت وخساره، الكلام ده كله مش محسوب. الانسان الخادم انسان محافظ للسلام. ازاي ابقى خادم للمسيح وانا دايره تشاكل؟ ما ينفعش. حتى لو حد تشاكل معايا انا ما بتشاكلش مع حد، لان انا خادم، انا خادم، والخادم ده عارف انه بيعمل عمل السيد بتاعه اللي هو رئيس السلام. الانسان الخادم محب للاخرين حتى لو الاخرين لا يحبوه. ما ينفعش نتعامل مع الناس بطريقه احبوا اللي بيحبوكم وعادوا اللي يعادوكم، وفي الاخر اقول انا خادم لربنا. ما ينفعش. الخادم لله يتمم خدمته رغم المتاعب، عارف انه عليه حمل لان هو خادم، ويوصل لربنا في الاخر هو خادم. يبقى اول حاجه، اول رساله بتقول لربنا انا بثق فيك يا رب، رساله بتقول لربنا انت الاول، رساله ثالثه من خلال تصرفاتي بتقول انا خادم لله. الرساله الرابعه رساله محبه لله لشخصه. احنا بنحب ربنا عشان ايه؟ الكتاب بيقول احنا نحبه لانه احبنا اولا. تحبه عشان شخصه، وبنحبه علشان هو احبنا بلا مقابل واعطانا حاجات ما حدش تاني اعطاها غيره. الحقيقه احيانا احنا مش واخدين بالنا ان المحبه بتبقى بسبب اللي بيديهولنا. يعني لو انت اديت هنحبك، لو ما اديتش هنقع في بعض. الحقيقه بتبان فين دي؟ بتبان لما الانسان يحب ربنا، لما الدنيا تبقى ماشيه على هواه ويبتدي يتعب مع ربنا ويتخانق لما الدنيا تمشي بالعكس. نموذج حلو جدا في الكتاب المقدس نموذج طوبيا الاب
اللي في سفر توبيت اللي سفر توبيا اللي بنقراه كل سنة في الصوم الكبير. توبيا إنسان غني وإنسان عنده إمكانيات بيعمل بيها إيه؟ بيحب ربنا وبيخدم الناس. توبيا إنسان فقد نظره وابتدى يفتقر بيحب ربنا برضه ويوصي ابنه على محبة الله وخدمة الناس. طب وانت ما معكش فلوس وانت خسران كل حاجة، فهو الرسالة اللي بتوصل لربنا ايه؟ انا بحب ربنا عشان ربنا، مش بحب ربنا عشان هو اداني ايه. عشان كده الشيطان لما ربنا قال له شفت ايوب، بص ايوب ما فيش حد زيه، فالشيطان قال لربنا ايه؟ امجانا يتقي الله ايوب؟ هو ايوب بيعمل كده ببلاش؟ احنا لو حد فينا الشيطان وقف قدام ربنا وربنا قال على اي حد فينا مثلا قال شفت فلان ده بيحبني قد ايه، يا ترى الشيطان لما يقف يقول ايه؟ امجانا يتقي فلان الله؟ مش انت بتديله؟ شيل ايدك عنه بقى خد منه الحاجة دي، يا ترى هيفضل يحبك ولا لا؟ محبة الله اللي شخصه هي المحبة اللي موجودة في كل وقت، التبعية اللي هي في وقت الشدة، اللي هي في وقت الدنيا مش ماشية كويس وماشية بالعكس، يفضل الانسان يحب ربنا مهما كان ويفضل يصلي ويمسك في الانجيل والكنيسة، لان احنا بنحب ربنا لانه حبنا اول. رسالة رابعة اسمها انا بحب ربنا. رسالة خمسة، رسالة بتقول لربنا يا رب انا اوقر اسمك واحترم وجودك. طبعا احنا ممكن في ذهننا ايه؟ طبعا هذه رسالة بقى احنا متأكدين منها، محدش فينا يقدر يفكر انه ما بيحترمش ربنا. الحقيقة احباء مش بالكلام، مش بالكلام، بالتصرف. عشان كده لما بنيجي نصلي في التسبيحة بنقول له ونقف امامك وقت الصلاة ونرسل لك التمجيد الايه؟ اللائق. اللائق يعني ايه؟ يعني المقبول. خدوا بالكم في حاجات معينة بتوصل امام ربنا رسالة معينة. مرة واحد من الاباء الرهبان جاب ولاده في الدير وقال لهم بصوا يا احبائي احنا بنخاف من الكلاب اكتر من ربنا. فقالوا له لا ازاي تقول كده يا ابانا، الكلام ده صعب، تقولش كده. قال لهم طب اقول لكم على حاجة، لو واحد فينا بيعمل خطأ وكلب نبح عليه هنعمل ايه؟ هنجري. لكن احنا بنتجرع على الخطأ قدام عين ربنا وما بنخافش، وهو عارفين هو شايفنا. بصوا خد بالكم قد ايه الرسالة دي صعبة، الرسالة بتاع التوقير اسم ربنا واحترام وجوده. حاجة بسيطة جدا يعني، حاجة زي مثلا وجودنا في الكنيسة النهاردة. النهاردة الحد، حضراتكم بتشتغلوا يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس. الشغل يوم الاثنين بيقولك تبقى موجود هنا الساعة 8 الصبح، بتروح الساعة كام؟ الساعة كام لو 8 الصبح؟ قبل كده ممكن 8 الا ربع، 8 الا 5، المهم في الاخر انت عارف ان انت لازم تبقى الساعة 8 في شغلك. مظبوط. القداس بيبتدي الساعة 8، انا مش عايز اسأل بقى القداس ده بالنسبة لكل واحد فينا بيبتدي الساعة كام. القداس احيانا هو الحاجة الوحيدة اللي ملهاش ميعاد تبتدي، احنا عارفين هي تخلص الساعة 11:30، لكن كل واحد فينا بيبتدي القداس زي ما هو عايز. ليه؟ لان انت يا رب ما تخوفنيش، لان انا بتاع الشغل بتاع الاثنين بيخوفني فبروح له بدري لان ممكن يمشيني، لكن انت طيب فعشان انت طيب اجيلك زي ما اجي واصحى زي ما اصحى وسكت المنبه 10 مرات يوم الحد. حاجه بسيطه خالص، انت جاي الكنيسه النهارده بعت رساله لله بتقول له يا رب انا بمجد اسمك اكتر من الشغل، او انت يا رب اصلك يعني ايه في فئه تانيه. حاجه تانيه بسيطه خالص، احنا واقفين النهاردة في الكنيسة المفروض ان احنا واقفين نمجد ربنا، وعارفين ان الكنيسة ليها قوانين خاصة باحترام المكان والتوقير والصلاة والانتباه على قد ما نقدر. طبعا يا ترى في الكنيسة بنعمل ايه؟ احيانا كتير قوي نوقف في الكنيسة ويحصل كل حاجة، اللي بيتكلم واللي مطلع التليفون بتاعه واللي بيبص على الفيسبوك جوه الكنيسة واثناء التناول. انا مرة في الكنيسة يعني حد دخل يتصور وبيصور نفسه سيلفي. تصور نفسك ليه؟ انت اول مرة تخش تناول؟ بس هي بتقول ايه الرسالة دي؟ انا مش هنا خالص، انا في دنيا تانية، انا عايش في حاجة، انا موجود هنا بجسدي ولكن انا بفكري بره خالص. هل حد فينا يقدر يعمل كده في حضور مديره؟ اقدر اقف قدام مديري وانا برد على الفيسبوك وهو بيكلمني وانا ما بردش عليه، او برد عليه وانا ببص على وتشيك الايميل بتاعي؟ ما حدش يقدر يعمل كده. بدل ما نقدرش نعمل كده مع المديرين بتوعنا، نعمل كده مع ربنا ليه؟ ربنا قال زمان للناس اللي بتقدم له ذبايح معيوبة، قال لهم ايه؟ قال له قدموا لوليك، قدموا لوليك يعني خد الخروف ده برجل مكسورة ده وروح قدمه للرئيس بتاعك، ايقبله منك؟ ايرضى عليك؟ ايرفع وجهك؟ لو انت مش عارف تقدمه لمديرك جايبه لي ليه؟ علشان كده واحدة من الحاجات اللي بنتعلمها ان انا لما ادي ربنا حاجة ادي له احسن حاجة، ما ندنوش الفضل ابدا. فاكر زمان واحنا صغيرين
كان في عملة اسمها القرش ساغ، اللي حضراتكم الكبار شوية عرفوها يعني. فكان في القروش دي أحيانا تلاقي منها ممسوح كده، تلاقي القرش كده أبيض ومش باين عليه أي حاجة خالص، أو 5 ساغ دخلت في الغسالة بالصدفة وطلعت وبعدين مستخسرينها، فنروح نديها عطا. يعني يجي المدرس بيلف بالكشكول فنطلع القرش اللي ما تصرفش وال5 ساغ اللي اتغسلت في الغسالة. فمرة المدرس بتاع مدرسة الأحد بص لنا على العطية دي، كان بيلمها على الكشكول كده، وقال يا جماعة أقول لكم حاجة يا أولاد، حد فيكم يعرف يشتري حاجة بالفلوس دي؟ فطبعا احنا كلنا عارفين، لا ما احنا حطيناها هنا عشان ما بنعرفش نشتري بيها حاجة. فهو الولد الخادم قال لنا ايه؟ قال لنا هو ربنا ما بيشوفش؟ ولا ربنا بيضحك عليه؟ ولا ربنا بياخد أي حاجة؟ الحقيقة الإجابات كلها ايه؟ إجابات تكسف. تكسف ليه؟ لأن أنا لما بدي حاجة زي كده حاجة من 3، يا حاشا لله ربنا ما بيشوفش، يا إما ربنا بياخد أي حاجة، يا إما ربنا بيتعامل معاملة أقل من البياع بتاع الحاجة الساقعة بره. رسائل بس بتقدم لربنا معنى. إحنا بنيجي لحد نقول له إيه؟ نقول له إحنا بنحترمك وبنحبك، ولا بنبعت له رسالة بمعنى تاني؟ يبقى إحنا قلنا 5 رسائل قدمناهم لربنا أو بنقولهم لربنا كل يوم، حتى لو ما كتبتهمش هم متقالين. قد إيه بثق في ربنا؟ قد إيه بحبه؟ قد إيه بوقر اسمه؟ قد إيه أنا حاطط ربنا اولا او انا خادم للمسيح؟ نيجي على حاجه ثانيه حاول نتكلمها بسرعه، رسائل لاولادنا بقى. تخيل حضرتك بتبعت رساله لاولادك بتقول له فيها ايه؟ لو عايز تكتب جواب لابنك تقول له فيه ايه، او لبنتك تقول فيها ايه؟ خدوا بالكم اولادنا بيقرونا من غير ما نكتب حاجه، تصرفاتنا بتقول لهم معنى. الحقيقه في رسائل المفروض ناخد بالنا واحنا بنقدمها لاولادنا. في رساله مثلا بتقول له انت قيمتك عندي قد ايه؟ يعني ايه؟ السيد المسيح عشان يعرف التلاميذ قيمتهم عنده يقول ايه؟ لما رجعوا التلاميذ بعد ما خرجوا في رحلة التبشير الاولى حدثوه بكل ما فعلوا. تخيلوا المسيح قاعد يسمع ال12 تلميذ، كل واحد احكي له حكاية، والمسيح عمال يسمع. ممكن يقولوا له كلام ما هوش مهم، بس هو عايز يقول لهم ايه؟ انتم غاليين، وعشان غاليين انا مديكم وداني وقاعد اسمع ومبسوط ان انتم معايا. احيانا يا احباء قيمة الابن او الابنة هو بيحسه بالوقت اللي انت بتدهوله. انت لما بترجع البيت او حضرتك في البيت لما الولاد بيرجعوا من المدرسة عندنا وقت نقعد مع العيال ونسمع ونتكلم وناخد وندي كده، ولا انا مش فاضي اطلع اعمل اي حاجة، ولا هو قاعد قدام التلفزيون ولا قاعد قدام اللعبة بتاعته وخلاص الصداع بتاعه خلصنا منه يبقى انا مرتاح. الحقيقة انت بتديله رسالة ان انت قيمتك ما هياش يعني قد كده، ما تستاهلش الوقت بتاعي. يا ترى الولاد حاسين ان فرحك معاهم ولا هم صداع ووجع دماغ؟ الحقيقه بتبان ازاي؟ يعني لما انا ببقى راجع من شغلي او الام شايفه اولادها ففرحانه ان هم قاعدين قدامها، فده انا بقول لهم انا فرحي فيكم، لما بقعد معاكم بنبسط. ولا امشي من وشي، شوف لك حاجه تعملها، انا مش عايز وجع دماغ، خليني في اللي انا فيه، انا جاي تعبان، انا اخش اقفل على نفسي اوضتي واشوف اللي انا بقراه ولا انا بسمعه واشوف اخبار الدنيا ومصر واللي بيحصل فيه. هنا رسالة خاصة بالقيمة، بالوقت اللي بتديه لأولادك، بودانك اللي بتديها لهم عشان تسمع منهم، باحترامهم. انت عايز الولاد دول يحترموا نفسهم، احترموا، كلموا كويس، ما نشتمش ولادنا. الكلام اللي احنا نقوله يا كذا يا كذا يا كذا ونفتكر ان احنا بنهزر، بس انا بحبه موت، بس انت وصلت له رسالة ان هو ما بيفهمش، وان هو وهو لك لا انا ما اقصدش. يعني ايه اللي انت قلته؟ هو اللي وصل، واللي انت عملته معاه هو اللي وصل له. اما تقول له انت ما بتفهمش يبقى هو ما بيفهمش. الولاد بياخدوا صورتهم عن نفسهم منين؟ مننا احنا. قيمتهم بتيجي من الطريقه اللي بتعامل فيها معاه. لما بحسسه انه شخص محترم بيحس انه شخص محترم، لما بتعامل معاه باهانه واقول معلش اصل انا بتعصب بس انا قلبي طيب، هو وصل له في الاخر الاهانه مش اي حاجه تانية. يبقى دي حاجه خاصه بقيمه البني ادم. حاجه تانية مثلا خاصه بمين؟ ربنا. انت عايز توصل لاولادك رساله تخص ربنا، بتقول لهم ايه عن ربنا؟ بتعرفهم عن ربنا ازاي؟ هتخيل ان احنا قاعدين في البيت وفي ظرف، في مشكله في الشغل، فاحنا قاعدين نتكلم والولاد سامعيننا وعمالين نقول حوالين بعض الزوج والزوجه احنا هنجوع، احنا مش هنلاقي ناكل، احنا هنضيع، احنا مش عارف هنروح فين، اصل الشغل هيمشوني، وبعدين هنعمل ايه؟ كل المناقشة كلها مفيش فيها ذكر لله ولا للحظة. وبعدين نقول لأولادنا ربنا ده يا أولاد المعتني الضابط الكل المحب للبشر، إزاي يعني؟ ما هم سمعوا لما احنا كنا متضايقين وخايفين، محدش جاب سيرة ربنا خالص. يبقى ربنا ده بتاع ايه؟ ده بتاع يوم الحد بس،
احنا بنروح الكنيسة نعمل هيصة كده يوم الحد، لكن بنرجع البيت الله ده له سكة واحنا لنا سكة تانية. احنا عايزين نقول لربنا ايه؟ هل الله هو بنعلم ولادنا ان هو بيغفر؟ يعني لما هو يغلط وقول انا اسف، هل احنا كمان نقول له خلاص يا حبيبي حصل خير؟ ولا احنا بنفضل شايلين بقى ونقعد يعني نعاقب الولاد مهما كان ومهما اعتذر؟ ما دي صورة ربنا. هو بيشوف ربنا في الطريقة اللي انت بتتعامل فيها معاه، انت بتسامح لما هو يعتذر ولا انت لسه شايل له حاجة؟ نقعد متخاصمين في البيت قد كده، طب ما دي صورة ربنا في الاخر اللي بتتأثر. هل الله صورته هي صورة الاب المحب الحازم الاثنين مع بعض، ولا ربنا اللي سايب الدنيا كده فاحنا بندلل العيال او احنا بنقصوا عليهم فصورة ربنا تبقى صورة الاله القاسي؟ اللي انت بتعمله هو في الاخر الولد او البنت بيحط صورة ربنا عليك كأب او كأم. صورة ربنا في الاخر بتيجي منين؟ من الرسائل دي، من الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها معاهم، من الكلام اللي بنقوله في وسط البيت. يبقى قلنا رسالة خاصة بقيمتهم، رسالة خاصة بتعريف من هو الله. رسالة ثالثة خاصة بالإيمان. احنا بنقعد نقول الإيمان الواحد ونؤمن بإله واحد والإيمان الأرثوذكسي وكل الكلام الحلو ده، يا ترى الرسالة اللي بنوصلها لهم ازاي؟ هل هو الإيمان واحد فهو تعليم واحد كنيسة واحدة بيحضر فيها، ولا احنا بنتعامل احيانا مع الايمان على اساس انه موضوع زي مثلا ايه، رحت اشتري حاجة من وول مارت ما عجبتنيش فروحت تارجت، ما هو ده ما عجبنيش هنا روح هنا، او هناك مثلا بيبيعوا الفاكهة احسن فانا بجيب الفاكهة من هنا وبجيب الخضار من هنا وبجيب مش عارف مثلا حاجة البيت من الحتة الفلانية. في فرق بين الكنيسة وبين الاماكن الشوبينج سنتر. الكنيسة فيها الحق بتاع ربنا، ما ينفعش تاخده اكتر من كنيسة ويحضر ايمان مختلف وتقول حلو كلام ربنا كله زي بعضه. ازاي انت في الاخر وصلت له مسج ان الكنائس زيها زي الجروسري ستور، اللي يلاقي فيه حاجه حلوه حبيبي خدها. ازاي اذا كان هنا حد بيقول له ده جسد المسيح ودمه، وفي مكان تاني بيقول له لا ده مش جسد المسيح ودمه، يقول لك لا اصل احنا ما بنتكلمش في المواضيع دي خالص، احنا بنتكلم بس على محبه المسيح. طب ولما نتكلم عن محبه المسيح ما نتكلمش عن التناول من جسد ودمه؟ لما نتكلم عن محبه المسيح ما نتكلمش عن الايمان وعن الاعتراف وعن التناول وعن المعمودية؟ كل الكلام ده مش محبة المسيح برضو؟ ولا الكلام ده احنا بننقي في الانجيل ايه اللي ناخده وايه اللي نمشي وايه اللي نغفله؟ لما بنلف بولادنا عن الكنائس بنتوههم يا احباء، مش احنا بنعمل لهم خدمة؟ هتخيل حضرتك عندك شتلة زارعها في الباك يارد في حتة، وشايف ان الحتة دي مكان كويس عشان تطلع الشتلة دي تعمل شجرة، فانت بعد شوية قلت لا الحتة دي في الباك يارد حتة كويسة برضو، هشيل الشجرة من هنا وحطها هنا، يومين هنا ويومين هنا، الشتلة دي عمرها هتبقى شجرة؟ رغم انك بتحطها في ارض كويسة هنا وهنا برضو، ده انا مش بتكلم عن الارض حلوة والارض وحش، ليه مش هتكبر تبقى شجرة؟ عشان ما سبتتش وما عملتش اساس، عشان انت بتنقل فيها. ما نستهونش بالفكرة دي، الايمان مسلم مرة واحدة في كنيسة واحدة واحدة مقدسة جامعة رسولية، الكنيسة اللي بتعلم الحق الرسولي ربي ولادك فيها. لو غير كده اعمل بعد كده اللي انت شايفه. رسالة بنقولها لأولادنا. رسالة رابعة هي خاصة بالواقع. هل احنا بندي رسالة لأولادنا على الواقع برة حقيقية مظبوطة؟ اديكم مثال، لما يبقى كل الوقت الولاد بتدور على الفن فن فن، كل حاجة يقولك مش فن مش فن، هو الحياة يا أحباء كلها فن؟ هو ده الواقع بتاعهم؟ يعني لما يكبر ويتجوز هتبقى الحياة بتاعته فن فن برضو، ولا هيروح يشتغل ويطلع عينه ويتجوز ويضحي ويتعب ويربي عيال؟ يبقى أنا لما بربينه طول الوقت بيدور على انترتينمنت وعلى تسلية، أنا اديته رسالة بتقوله أن الدنيا برا عبارة عن إيه؟ سلسلة من الفن. هي دي رسالة، هي دي العالم اللي احنا عايشين فيه؟ لا. لما بتعلمه ان في حاجه اسمها وقت للدراسه، وقت للصلاه، وقت للفن، لما تعلمه ان في حاجه اسمها نتوازن، في وقت لازم تصلي وتروح الكنيسه، وفي وقت لازم تتحمل مسؤوليه تصرفاتك الخطا ولازم تدفع ثمن بتاع اللي انت عملته ده، ده الواقع اللي عايش فيه. احنا بندي الرساله لاولادنا بالنسبه للواقع ازاي؟ هل لما بيشتغل ويتعب بيتكافئ، ولا طول الوقت بس احنا عمالين يعني نجيب اللي هو عايزه وخلاص طول الوقت كده؟ وهي الدنيا كده؟ هل الدنيا بتدينا من غير تعب؟ هل العالم اللي هيعيش فيه، الواقع اللي بيعيش فيه بيقول له انزل كده وهتلاقي الناس كلها عماله ترمي عليك هدايا من كل حته عشان تبسطك؟ مفيش حاجه اسمها كده. يبقى احنا واحنا بنربي اولادنا بندي له رساله عن الواقع اللي في البيت ده، هو بيترجمه ان الدنيا هتحصل بره. خدوا بالكم لما الولاد بنعلمهم ان كل حاجه سهله وكل حاجه فن 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 بس يلعبوا خلاص،
يبقى كل حاجة في حياته كده. حتى لما يكبر ويتجوز متخيل ان مراته دي واحدة من اللعب اللي بابا وماما جابوها له، فيكمل بقى القصة يعني احنا جايين بنهزر بنلعب. لكن التعب والمسؤولية والتضحية انا ما سمعتش عن الكلام ده قبل كده. عشان كده ممكن واحد يبقى متجوز ومخلف وعمره ما اتعلم ان هو يكبر، او واحدة كبرت وعمرها ما عرفت يعني ايه تبقى واحدة مسؤولة، لان طول الوقت متخيلة ان الدنيا عبارة عن ايه لعب وفن والناس بتخدمني يعني. اخر حاجة يا احباء، في رسالة بنقولها لاولادنا اسمها الارض الثابتة. الارض الثابتة يعني ايه؟ ما حدش فينا يحب يروح في مكان المكان ده طول الوقت فيه زلازل. ليه؟ لان الارض اللي بتتهز من تحتينا دي بتدينا احساس مرعب بالاحساس بعدم الامان. كلنا عارفين كده، اللي عاش فيكم في مصر سنة 92 لما حصل الزلزال كان بيجي وراه حاجة اسمها التوابع. الناس كلها كانت ماشية على طراطيف صوابعها لمدة كام شهر كده عشان الارض تتهز. الحقيقة واحدة من الحاجات اللي بنساعد ولادنا بيها ان اقول له ان الارض تحتك ثابتة. ازاي بقول له الكلام ده؟ العلاقات جوه البيت مفيش زوجين ما بيختلفوش، طبيعي، لكن الاختلافات دي بتاخد حجم قد ايه؟ تخيلوا اديكم المثال كده، حضراتكم سافرتوا في طيارات على الاقل عشان تيجوا هنا. تخيل انت قاعد في الطيارة وبعدين لقيت الطيارة بتتحرك جامد قوي وانت اتخضيت شوية كده وافتكرت ان هو مطب هوائي يعني. فيعني مطب وعدي مطب وعدي، بعدين شوية لقيت ايه الطيار ومساعد الطيار طالعين من الكابينة ماسكين في هدوم بعض وكل واحد عمال يضرب واحد في التاني في وشه. هتحس بايه بقى؟ لا ده مش مطب بقى، دي مصيبة. ليه؟ طيار ومساعد الطيار بيضربوا بعض. ده احساس ولادنا بالظبط واحنا بنتخانق ونهين بعض ونشتم بعض في بيوتنا. ده احساسهم بالظبط، واحد قاعد في طيارة والبايلوت والكو بايلوت بيضربوا بعض. شيء مرعب. مين فينا يحب يحس الإحساس ده؟ مين فينا يحب يحس إن الأرض تحته مش ثابتة بالمنظر ده؟ عشان كده استقرار العلاقات في البيت هو علامة إن البيت ثابت. الكتاب المقدس المفتوح معناه ده مرجعيتنا يا ابني. لما بنختلف بنروح على الكتاب المقدس، واللي غلطان فينا بيراجع نفسه ويقول أنا غلطان. المرجع بتاعنا هو مين؟ الكتاب المقدس، مش كلام بابا وماما، الكلام هو الكتاب هنا. لما الولاد بيحسوا إن البيت كله له مرجع واحد بيحسوا بالاستقرار. الارض دي ثابته، مش بابا من وجهه نظره وماما من وجهه نظرها وده بيقول ده صح وده صح. مين اللي خلى ده صح؟ مين اللي خلى وجهه نظرك مظبوطه او وجهه نظرك مظبوط؟ اصل انت الراجل ولا انا اصل انا الست. الكلام ده كله بيخلي ولادنا يحس ان هو البيت ده ملوش مرجع، ملوش حاجه نرجع اليه. الارض الثابته ايضا بتتنقل لاولادنا عن طريق اللي بنقوله واللي بنعمله. اللي بنقوله اللي بنعمله بيخلي الولاد يحسوا ان الارض ثابته. بنقول حاجة ونعمل حاجة تانية بيحسوا ان احنا بنعمل ايه. احنا عايشين في عالم من الكذب والنفاق، بس هو كده، نقول كلام زي ما نقول وفي الاخر نعمل حاجة تانية خالص. ده بيخليهم يحسوا ان مفيش حاجة مضمونة. انا مش عارف النهاردة بابا بيقول ايه وهيعمل ايه وما بتقول ايه وهتعمل ايه. الارض الثابتة ايضا بتتنقل لولادنا من الاختيار الواحد، تختار حاجة هي يعني. اختيارك في الكنيسة هو اختيارك برا، كلامك والفاظك وتعاملاتك كل حاجة. احيانا الناس مثلا يبقى يعني نختار حاجة في ايام ونروح اجازة، في الاجازة نختار حاجة تانية خالص. كنا صايمين في ديسمبر مثلا، صايمين زي الفل، رحنا اجازة فافطرنا. ليه؟ هو احنا بناخد اجازة من ربنا ولا؟ اختيار الواحد معناه ان اللي بنختاره هنا هو هنا، الصيام هنا الصيام هنا، واللي هنعمله في بيوتنا هنعمله في الاجازة برضه. الارض الثابتة معناها اختيار واحد. الارض الثابته معناها المثل، القدوه، المنظر اللي هو بيتفرج عليه ويشوفه انت بتعمل ايه، مش انت بتقول ايه ولا بتوعظه تقول له ايه. كل الكلام ده يا احباء بينقل لاولادنا صوره الارض الثابته. لما يبقى في علاقات ثابته في البيت، في كتاب مقدس مفتوح، اللي بنقوله هو اللي بنعمله، بنختار حاجه واحده، ما بنقعدش بقى هنشاكل اهل الظهر شويه وشويه الكنيسه شويه وشوية ماشيين مع دول وشوية ماشيين مع دول. الكلام ده كله بيخلي ولادنا يحسوا بعدم الأمان. كل الحاجات دي رسائل، لما بنقولها صح ولما بنعملها صح يبقى مردودها ايه بقى؟ استقرار نفسي، احساس بالانتماء، احساس بالأمان والثقة، والولاد يكبروا وهم شعرين ان البيت ده عارف ورايح فين. النهاردة احباء افتكروا كده الرسالة اللي قلناها النهاردة، رسائلنا لله ورسائلنا للناس ولولادنا بالذات مش مجرد كلام مكتوب، ده تصرفات. ولادنا بيقرونا وربنا بيقرانا. نراجع الرسالة عايزين نقولها لربنا. رسالة أنا أثق في عناية الله،
الله أولا، أنا خادم لربنا، أنا أحب الله لشخصه، أنا أوقر وأحترم ربنا على الدوام. رسالة لأولادنا، أنت قيمتك قد إيه؟ إنسان غالي. تعريف ربنا بالنسبة له، تعريف الإيمان الواحد، تعريف الواقع والأرض الثابتة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نصلي وبعد كده نوزع البولك. اجعلنا مستحقين يا رب ان نقول بكل شكر. يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، فلنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا في التجارب، نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوه والمجد الابد امين. محبه الله الاب، نعمه ابنه الوحيد ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركه وموهبه وعطيه الروح والسلطه مع جميعكم، امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.